يا ملك يا سلام يا سلام لا خلاص انقصعت ولا عمرها ما تصع خلاص عمى شو ابي كامشي خلص نحن الثلاثة صوت واطي صوت واطي وحدة قصيرة وحدة طويلة وحدة تقص على صباح الخير يا بنتي صباح الخير يا مرت عمي طمنيني كيف الصغير الحمد لله منين شو بدنا نطبخ اليوم خلينا نطبخ من موجودات البيت ما قلتي لي يا مطيعة شبه نشوان والله ما بعرف يا مرت عمي مثل ما لك شايفتي صار له كام يوم على هالحالة تعا يا أمي تعا يعني في حدا زعجه والله
ما بعرف يا مرت عمي، مدري شو صاير لي. ساعة بتشوفيه قاعد وما أحلاه، وساعة بينطفد بدون سبب. لك مطيعة مطيعة، وين الورق اللي كنت حاطتهم امبارح على الطاولة؟ جوا على حطة ايدك. لك وين جوا؟ وين جوا؟ قومي شوفيهم شو أنا عامل. اي اي شحار يا رجال، راح يوقع الولد من ايدي. هاتي يا بنتي هاتي. اي على أبوكي على أبو الولد بصير ماي عفيها، روحي شوفيني إياهو. بس ولا؟ بس 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 بس. ليكن شو ضربك العمى؟ لك أنت مو قلتي لي على الطاولة، شو عرفني إنك بتحوشتيهم تحت الطراحة أنا؟ ليش عرفان حالك شو عم تساوي اليوم؟ هاتيهم هاتيهم. شو بدك تاكل اليوم؟ سم الهاني. باقي ليك. ما قلتي لي يا بنتي شو كان بده من هالأوراق اللي قوم الدنيا وقعدها مشانه؟ شو بيعرفني؟ قال ما يكتب قصيدة. شو هي القصيدة؟ شعر يا مرت عمي، شعر. قصدك عتابة مو هيك؟ شحارة يا مرت عمي، لك شو عتابة؟ هيك بيقولوا عتابة. وليش ليعذب حاله؟ يروح لعند أم إبراهيم تعطيه 100 بيت عتابة. إيه الله يرحمه لعمك، وقت اللي تجوزنا قومت الدنيا وقعدتها بالعتابة. بعدين هي مشهورة، الله وكيلك كانت تروح من ضيعة لضيعة. يا شحاري عليك يا نشوان، ما قلتي لي يا بنتي شو بده يسوي بالعتابة؟ في عرس؟ لا يا مرت عمي لا، قلت لك هذا شعر، شعر من اللي بيكتبوه بالكتب. قال في جماعة جايين من الشام وما يكتب شعر مشانه. قال في مهرجاج ما بعرف. بس يا بنات اتركوا هالجاجات بحالهم، روحوا ليه شوفي هالديك وينه؟ والله يا ستي الديك بالحاكورة عن جيراننا. روحوا جيبوه هلا بيذبحوه، والله ابوك بيفضحنا. شو في بنتي ويا ليش هالطشي؟ ليش ليه؟ ليش هالطشي؟ مطيعة ولك مطيعة بطلي ما تنشري. تعالي شو شو سويتي لي اكل؟ والله ما عملت شيء، بعدين راجع بكير ما مثل العادة. في شيء؟ لا ما في شيء، بعدين حاجة 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 لعي فاضي حاجة. يلا روحي حطي لي لقمي اكلها. يلا اك بنتي قلي له بيضتين. وليه زويا تعالي هون يا ستي، روحي على الان جيبي كام بيضة لابوكي. والله ما في يا ستي ولا بيضة بالان. ولا بيضة؟ كل هالجاجات ولا بيضة؟ يا شحاري ليكون بايضين عن جارتنا ام احمد. وكله هلا ما جبتوا الديك. ديك؟ شو الديك؟ قولوا لي وين الديك؟ والله يا ابني يمكن عند الجيران. هل ابن الحرام هالديك اكيد عم يلعب حاكوله ياسينها. لك ايش ما عندنا جاجات هون نحن. لك يا ابني اربطه. لك يا امي شو هو كرر حتى اربطه؟ ايه ما احسن ما يضل تارك هالجاجات وداير. ايه يا ابو زويا شو صار معك؟ فرجيتهم القصيدة؟ قلت لك بلا قرها، بكره الشباب بيجوا من الشام وبعدين لكل حادث حديث. المهم هلا حطي لي لقمة أكل رح موت من جوعي أنا، وسكتي لي هالعرود، إذا سمعت حدا عم يحكي بطبشكم كلكم. ها عم بكتب أدب. تعي تعي لك زويا. نعم ماما. روحي لعند خالي أم أحمد قولي لي أعطينا كام بيضة، جيجاتنا اليوم ما باضوا، بكره بس يبيضوا بنرجع لهني. يلا أمي يلا. أهلاً 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 وسهلاً أهلاً. رايح على المركز عن إذنك يا أمزويا. عندي دوام بالمركز. أهلاً أهلاً أهلاً. هو الفجر بقدومكم قد لاح
أم هو ديكي على الثقافة قد صاح؟ باسمي كمدير للمركز الثقافي أرحب بأهل الأدب والفكر في هذا المهرجان. شحار عليك يا أبو زويا، شو صاير لك؟ بكرة بصير مدير للمركز الثقافي، ما عم تسأليني شو صاير لك. مدير شو؟ مدير مركز؟ قريبا يا أم زويا، قريبا جدا. الله يوفقك. شو يعني؟ ما عم تصدقي؟ بكرة منشوف. منشوف. إيه أستاذ، هي حسب التعليمات قسمنا المهرجان الأدبي للشباب لثلاث أيام. نعم. عندك الأربعة هون باليوم الأول. أيوة. هدول باليوم الثاني. والباقي باليوم الثالث والأخير. عظيم عظيم، توزيع كويس هيك. وكيف رح يكون الجمهور برأيك؟ لا، جمهورنا هون كويس، ولكن لك فكري، وزعنا البطاقات بشكل مرتب وبيضمن الحضور، رح يكون كويس جدا. الله يعطيكم العافية. هلا المسكين بيكون ما خلى مطعم إلا ودور علينا فيه. ليش قلت له بأنه مطعم رح نكون؟ أعطيته ثلاث أسماء غير هالمطعم. حرام عليك يا رجل، قديش كانت قاعدة لذيذة معه. كان أكله كم فخ دجاج على حساب أمانة السر. ليش دخلها؟ وقت اللي بيقعد بيخلي حدا يحكي. كان قاعد وبلش يفرد وراقه ويقرب القصايد، وأنا. بس شو بدنا؟ القعدة معه بتسلي كتير كتير كتير. كتير مشتاق له. هلا بس تنخلص تروح بتشوفه قاعد بهو تخبيني. والله جبتها. شو رأيك نروح لهنيك؟ فكرة والله. جرسون الحساب بالله. شرفوا يا جماعة. تفضل استاذ. تفضل استاذ. يا رب. يلا ابو كميليا. يلا. انت يا ذات الشعر الاشقر، الصباحات
مع السلامة يا أبو زويا. مع السلامة. هذا هو المثقف الذكي. ريها، شو هاي؟ ريها، شو هاي؟ ريها، ريها، عم اقول لك ريها، ريها، تعالي لهون، ريها، ريها لشوف، ريها، ريها. هذا ما جو شغل يا فايسي، هذا ما جو شغل ابدا يا فايسي. انت ليش ما عم تعلمي بلاد يا فايسي؟ وانت شو عم تساوي تضربني هون؟ ضربك العمى يلعنكم يرود. هذا مو جو شغل، مو جو شغل ابدا. لسه بتقولي لي ليش بعصهم؟ هذا مو جو شغل. وانت عامله دروس هيك؟ عملتهم كلهم. بسيطة، بسيطة، مو جو شغل يا فايزي ابدا. شو ساوي؟ المدرسة لازم تعلمه. تعي ولي، تعي لأريكي. ما بعرف شو صاير له هالصبي، ما عم يطلع معه شيء، ماسكة بطنته. طيب يا بنتي دهني له بطنه بالزيت. منضل ندهن له بطنه بالزيت، ما عم يطلع معه شيء. قطيعة، قطيعة، قومي قومي قومي. شبك في شيء؟ قومي اعطيني بنطلوني الأخضر وقميصي الأصفر. يلا تعي قومي. ليش وين رايح؟ على عرس؟ في عرس؟ لا، بس اللجنة وصلت اليوم وقصروا يعزموني على العشاء. ليش امتى المهرجان؟ المهرجان؟ ما قلت لك بكره؟ بس اليوم بدنا ننسق مشان المهرجان، لأنه من دوني ما بيطلع معهم شيء. مشيت بطنته يا مرت عمي، شوف مشيت بطنته يا رجال. الشباب عملوا جهدهم يعطيهم العافية. الحقيقة أنا عجبتني كثير الترتيبات، بس ان شاء الله تتم الامور بشكل جيد. ولا يهمك يا استاذ ولو. استاذ عصام، استاذ عصام. نعم. شو بدي اسالك، انا امتى دوري؟ انت يا انسه باليوم الثاني. ليش ما حطيتوني بالافتتاح استاذ؟ طيب شو الفرق يعني؟ الفرق كبير، يعني بالافتتاح بيكون الجمهور اكثر، يعني بيكون الكل حضرانين استاذ. ولا يهمك يا انسه، ولا يهمك. اليوم الاول مثل اليوم الاخير، الجمهور هو هو. تصوري انه نشوان الطفلاوي حاطينه باخر يوم. على كل ما كل فكري ممكن تشتغلي باول يوم، والان تسمحي لنا في عنا شغل. شكرا استاذ. يا رب. لا ما عرفش اول يوم بلا ثاني يوم. يا ترى شو بيكون صار مع نشوان هلا؟ اكيد بيكون راعي بيتكم وين؟ بيكون ما خلى محل ما راح عليه. دخلك ما تقلناها عليه غدا وعشاء. بيتحمل، هات لك بيتحمل. اتركه قالي شو عم يساوي بالناس. اي والله. ليكو ليكو سكور القط بجنط. اهلا بالمثقف الذكي. اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا بابو زويا العظيم. اهلا بالمثقف الذكي. اهلا. بالحلال هلا كنا بسيرتك. عود عود. اهلا 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 برجال الفكر والادب. اهلا. بعرفكم استاذ الاديب المعروف الاستاذ نشوان الطفلاوي. اهلا وسهلا، تشرفنا. ترى الحقوا علينا يا ابو زويا، الاستاذ عصام اصر يعزم الشباب لهون على الكازينو، وهي عزبوه. مالك شايل؟ معليش معليش معليش. اهلا استاذ، اهلا. عليم الله شرفتم، وفي مدينتنا حللتم، وليلتنا هذه أنرتم، وجلستنا هذه زينتم. يا أخي بهيك عادات ما في غير أبو زويا بيبيض لنا وشنا. أبو زويا وبس. ما حلو ينسى هالكليشي يضل يقولها للرايح والجاي. الأستاذ قاص ولا شاعر؟ لا شاعر. شاعر. أستاذ أنت في لك شي قصائد مشهورة؟ لا لا، أنا ما بنشر قصائدي، أنا بحتفظ فيها بجعبتي. ثم أنا ما بقرأ قصائدي لمين ما كان، يعني بحاول تبقى ذخيرة عندي. يا ريت يا أستاذ نسمع شي من أشعار الأستاذ نشوان. يا ريت. إيه أبو زويا، أتحفنا أتحفنا. واتركوه يا جماعة، بكرة بنسمعه بالمهرجان على رواق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والبحر ينتشي بالإضاءات، ومدينتنا الجميلة تفتح ذراعيها لكم بكل الحب. سيداتي سادتي، بعد أن افتتح الأستاذ كريم النبطي مهرجاننا هذا، نتابع مع الشاعر الصاعد فؤاد برهان الدين، فليتفضل مشكورا. صاير صاحبنا يعرف يحكي اضاءات قال. وين مرته تشوفه وين؟ هم عنك ما أخبروني، لكنك تسهرين في أحداقي. أنا عنك ما أخبرتهم، لكنهم لمحوك في المآقي. أنت لم يخبروك عني، ما دمت تباتين في أعماقي. للحب رائحة، للعشق رائحة، ورائحة الذنابق لحبيبتي. أنا وأنت يجمعنا العناق، وللعناق رائحة الأشواق. هذا صاحبنا مفكر الناس ما بتفهم. الناس خطبتكم أصلا عن قصيدة لنزار قباني. حط بالخرج، حط بالخرج. هلا ببالك الناس بتعرف انه القصيده لنزار او لبرهان؟ بس هي سرقه وقاحه. ايش الطبيو؟ ونختتم مشاركات هذه الامسيه الليله مع الكاتبه القصصيه فريال عبد الحليم. شنو سيدي؟ هي صارت اديبه. ايه وشو مزعلك؟ خلونا نسمع ادبها. وتدغدغ الامواج اخاديد الصخور التي تسمع النجوى بينهما، وهما جالسان يهمسان كالنسيم. صفصطه صف حكي. ايه والله ما ايش بشي هي ولا القصه. الاثنين سوا. اسمعوا اسمع. كانت الشمس تميل إلى المبيت في بيتها الواسع خلف البحر، وكان يقول لحبيبته: سنسافر مع الشمس إلى آخر الكون. كانت هادئة ومستسلمة، تستمع إليه وتشعر أن العالم بين يديها. أمسك يدها، سارا باتجاه المدينة التي كانت تنتظر صباحا آخر. لازم تساعدها يا أستاذ عصام ينشروا لها القصة بمجلة الشبكة. الأفضل يرعى هالموهبة ويعمل لها مجموعة قصصية. حاجتك ابو العلا، بعدين بكره بنشوفك ابو زويا. و
ونأمل أن نلقاكم غدا في نفس الموعد لمتابعة مهرجاننا السادس للأدباء الشباب. الجمهور كان كويس با؟ ولو طبعا مو انت توليت الأمور لكن الأستاذ عصام بيا بس هلأ لنشوف وين بده عشينا ما هيك أبو زويا؟ طبعا طبعا بس الأكل ماله مهم طبعا المهم هو الجلسة مع الشباب. صدقت والله إذا هيك رأي أبو زويا بلال عشا اليوم منقعد هون ومنتناقش. لا لا يا أستاذ عصام لا أنا بالنسبة إلي ما بفرق معي بس مشان ضيوفنا ما حلوة لهون وصلت معكم مو حلوة. شرفوا يا جماعة. يلا شرفوا. تفضل أستاذ. شرفوا. تكون بليته بحفلة عشاء. لا اهلا ابو العز. اهلا ابو العز. اهلا استاذ ابو العلا. اهلا استاذ عبد الباسط. اهلا. شو كنت جوا؟ طبعا ان شاء الله انك عم تستفيد من هالامسيات. والله ما عم يعجبني شيء يا اخي. انت مستواك فوق فوق. طيب ليش ما بيشارك الاستاذ ابو العز بكره؟ ايه ليش لا قل له. يا اخي انا مو طالع بايدي شيء. المسؤول على المهرجان هو اللي لازم يقرر. على كلين تعال بكره قبل الامسي ودخول على غرفه المدير واعمل حالك ما بتعرفنا ونحن مندبرك. ليك ما تخاف ادخل بقوه والا ما بيردوا عليك. وهلا ما تواخذنا الشباب سبقونا على العشاء. طيب بخاطركم. مع السلامه. اهلا. كحاجته نهبته نهب ما بكفي الهدايا اللي عم يجيب لك اياها. والله حرام. انت ما تقول حرام حطك كله بظهره. يلا شو نسيت الشط وبعد اللي ما خليت عنده شيء بيطير ولا شيء بيقاي ولا شيء بيبيض؟ يستاهل خرجوا. ومشي بشي. مطيعة مطيعة قومي 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 يلا شبك قومي. مين بيشوف؟ ايه نشوان لكان مين بده يكون؟ وين كاين لهلا؟ كنت معزوم على العشاء انا والاساتذه. لهلا رح بيطلع الضوء. هو الحقيقة أنا ما قدرت أتركه لحاله. يلا أمي أمي حطي لي شي لامي أكله. جاي من العزيمة وجوعان؟ تعرفي يا مرا أنا مليت من أكل المطاعم كله سمك فروج لحمة اقرفت يا كل هالشي جاي وجوعان. قوم 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 لساعدك شلاح تيابك ونام. قوم بكرة أبو العلا والشباب جايين يتغدوا عنا. وكيف عزمتهم؟ ما بتعرف حالتنا؟ أنا ما عزمتهم، هني عزموا حالهم، خجلوني قدام الجماعة. شو طبختي اليوم؟ شو بده يطبخ يعني؟ برغل. إيه منيح، روحي صبي لي صحن خليني أتعشى أحسن ما أنام جوعة. كيف أستاذ؟ عجبتك؟ يعني ما شبه شيء، معقولة. يعني استاذ برايك خرج نشر؟ ما في شيء ما بينشر بس يعني العمل بحاجه لشويه تنقيح. ما قلت لك انه فيها انشا كثير. على كل إن الشغله صار بدها جلسها. تكرم استاذي باي مطعم بتريد انا جاهز. لا 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 يا جماعه عيب ولو مو فارقه بيناتنا. شو بيننا فرق نحن؟ عن جد استاذ انا اجتني قبضه كويسه ومصر اعزمك. إذا كان هيك أنا ما عندي مانع. وين بتحب أستاذي؟ طب يعني بس أنتوا مو شايفين إنه أكل المطاعم مو خرج؟ يعني مو كل المطاعم. لا 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 أنا بشوف إنه بالبيت أحسن. يعني الواحد بالمطعم بيحسن يقعد يا أخي وياخد راحته ويحكي خاصة إنه نحن بدنا نناقش مسائل كتير مهمة. فأنا عندي اقتراح تاني إذا ما عندكم مانع.
انه ناخذ لنا شويه لحمه، شويه فراريج، شويه خضره وفواكه وشويه مخللات صراف ونروح على البيت، يعني بها المصاري نحطها بالمطعم، لا بنشتري فيها الاغراض وبناخذهم على البيت هيك افضل، والجلسه بتكون مفيده اكثر هيك. جبتها يا استاذ. بالفعل يا استاذ، عندك بالبيت افضل. طيب شرف استاذ احمد. يسلمون. تشرفوا. شرف. تفضل. يا استاذ. شكرا. شو رايك؟ محل نروح؟ بكير، خلينا شوان يحضر حاله. اوه، شو هالشغلة اللي بدها تحضير يعني؟ الدجاجات موجودين عنده، بنذبحهم وبنشويهم وبناكلهم. صحيح، يا عمي أنا بحب الدجاج، بس الجمعة الماضية ذبح دجاجتي. شو عليه؟ شو عليه؟ بيحمول بيحمول. المسكين بتكون اجته جلطة هلا. شو رأيك نكفيه عليه ونعزم الشباب معنا وهيك منكمل عليه؟ بتعرف أنا بفضل نحكي مع الأستاذ عصام، هو يعزم الشباب لعند شوان على العشاء. تمام، وهيك منكون جبنا أجله. يا فايزة يا فايزة، لك يا فايزة شو ضربت الطراش؟ جاية جاية. شوفي شوفي وينو الكتاب؟ اي كتاب؟ مجموعة القصصية تاعت الاطفال اللي انشرتها السنة الماضية. شو بيعرفني؟ دور عليه منيح. اخربت الدنيا وما شفته. ليكون هذا الكتاب اللي عرضته اياه لرفيقك ابو زكوان. ايه هلا اتذكرت. صحيح معك حق. ايه فتح مخك منيح قبل ما تقاتل العالم. سي 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 مي 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 ازهر ربيع هي. لك خلاص يا اولاد، صرعتوني صرع العمى بعيونكم، ما بعد تسكتوا. تعالي لشوفوا ليه. شبه رجلك وليه؟ شبه رجلها هاي؟ شو شبهها؟ ما انت مبارح ضربتها اجرة وفكشت لها اياها وصدعتها. ليه صدعتي اجرك؟ اه؟ ما 100 مرة فهمتك لا تنزلي على الحارة وتلعبي؟ فضلوا فضلوا شباب، فضلوا. زويا ولك زويا، انت واخواتي خذوا الاغراض. امام يلا. مطيعة؟ مطيعة؟ لك وينك انت وينك؟ مطيعة قومي قومي. شو؟ اجوا؟ لا هدول غيرهم هدول. شحال عليك يا ابو زويا، منين بنطعميهم كلهم؟ لك ولا يهمك شبك، انا ابو زويا انا، ولا يهمك. يلا هلا اتركي لي هالفصعون من ايدك وقومي على المطبخ. لك العمى بعيونك العمى، شو بدك تقضي طفولتك انت عنونية؟ شو عم تطعمي هذا؟ شو عم تطعمي؟ شو بدي طعمي يا حسرة؟ غير صحن البرغل عند الصبح. ايه يلا يلا قومي قومي. اهلا اهلا بالشباب. اهلا اهلا استاذ احمد. اهلا الله يسلمك. تفضلوا امي. تفضل تفضل امي. اهلا اهلا بش... لك تعي وليه تعي. تعي لشوف. وين ستك وليه؟ بالمطبخ. روحي نادي لها لشوف. يلا اهلا اهلا بالشباب. اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا هلا. اهلا وسهلا. خير يا ابني؟ شو في؟ يخلي لي اياكي سادي مطيعه وجهزوا لنا لقمه غدا مرتبه. ها شو هاد يا استاذ؟ ايه عندك قاعده هون؟ بتجنن. طبعا طبعا طبعا، لسه الفيقه الصبح وهالزريعات شغله، هدول شغله. جو شاعري بجنن. ما من طيبك تكتب حلو استاذ. شكرا شكرا يا استاذ صفوان، شكرا. على كل حال ندخل بالموضوع مباشره، انا طبعا رح اقرا المواد وبعدين نقحهم مزبوط.
ثم بعدين بنعمل جلسة تانية، وضرورية هي الجلسة التانية لمناقشة الأمور وتطوراتها، وإن شاء الله بيمشي الحال، وخلال فترة قصيرة أكيد رح ينشروا. يعني كيف؟ أنا بإيدي رح أخذ المواد على الشام وخليها تنشر. أصحابنا كثير هنيك مثل الكشك. الله يطولنا بعمرك يا أستاذ نشوان. شوينك يا أبو زويا؟ أهلاً 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 بالأساسي، أهلاً بأهل الأدب والفكر. يا أهلاً أستاذ إسحاق. كيفك يا أستاذ إسحاق؟ تفضلوا تفضلوا. أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً تفضلوا. أهلاً 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 وسهلاً أهلاً وسهلاً. بعتقد بتعرفوا بعض ما هي؟ ولو مو الشباب اللي كانوا معك بالقهوة؟ تمام، هن بيساعدكم. يا أهلاً وسهلاً. أهلاً بكم. أهلاً بأهل الأدب. أهلاً. شو وين الأستاذ عبد الباسط؟ بيني وبينها شاف صيدي بتستاهل. شو شو الحكي بدك؟ ايه شبه شو بدك؟ روحي لعن ابوكي بنت الكلب. انا تفضل تفضل عن اسمكم لحظه بس. تفضل خذ راحتك. يا اهلا وسهلا. شو امي ليش ما عندنا خبز؟ يا ابني ما صار لي اخبز الصبح، قلت باجلها للعصر، بعدين ما عندي خبر انك عامل عزيمه. طيب ليش ما قلتي لها؟ انا امبارح ما قلت لك اني عازم الشباب؟ والله راح عن بالي وانشغلت بهالصغير. انشغلتي بهالصغير؟ لك ايش، وما عندنا غير هالمسخ؟ ها اسفين يا شباب، ما تكون قطعنا عليكم الحديث. ها لا ولو استاذ، بالعكس انتم بتساعدونا بالراي. حول شو؟ حول القصه اللي معنا، اطلع عليها الاستاذ نشوان وراح ينقحها هلا مشان النشر. هاي الجلسه الاولى يعني؟ منيح بتي تاخذ لها لسه ثلاث اربع جلسات. ثلاث اربع جلسات؟ هي إذا ما مدت أكتر. وليش كل هالشي بقى؟ بدك تقول حسب المادة. إيه بس باعتقادي إنه المادة قوية. سكين وقعوا. المادة قوية والصيدة بتستاهل. هلأ شو بدي أساوي عند الضيوف؟ شو بدي أساوي؟ معلش يا ابني، هلأ منجيب خبز من عند الجيران. ماما ما عندنا غير هالبصلتين. كمان بصل ما في؟ لك شو رأيكم؟ شو في؟ طول بالك. اهلا اهلا بالشباب. اهلا 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 برجال الادب والفكر. اهلا اهلا يا ابو زويا. اهلا اهلا طول زكي. اهلا اهلا يا ابو زويا. اي متى رح تذبح لنا هالديك؟ الديك؟ لا والله ما صبتت معك، كل شيء الا الديك. دخيله شو الديك يعني؟ اسم على الفاضي. ذبحوا ما منه نفع، ذبحوا. هاد ما منه نفع. ها عينك تشوف الصبح وقت يبدا ينغم، ووقت هيك ينفش الريشات لوحة يا أخي مثل الصقر. ديكي. الله الله على هالطنة. الله ما شاء الله. ملا طلة. شو ما عندك هون وليه؟ فوتي ادرسي مع اخواتك جوا. يلا حكي شوف لوين من هلا؟ بكير. شو بكير؟ رايح على المركز الثقافي. بدك تتاخر مثل امبارح؟ ما بعرف لشوف خاطرك. ونقرنا قصيده بتفتح الابيه. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. مين المسؤول هون؟ خير ان شاء الله، شو بدك؟ حضرتك المسؤول؟ قل لي شو بتريد؟ بدي القي قصيدة اليوم. اليوم؟ شرف شرف، تفضل لهون. ممكن نشوف القصيدة؟ ايه ممكن. أنا برأيي الشباب هن يسمعوا القصيدة والقرار لهم. إيه ما عندي مانع. أنت الربيع يا حبيبتي، جياع العالم تناديك فاصمدي. القنابل الذرية لن تؤثر فيك، ونيكاراغوا بانتظار عينيك. حبيبتي أنت،
تعالي إلي ولا تخجلي، في قلبي حب لك لا ينطفئ، أمطار غزيرة تروي صحراء أفريقيا، وأفريقيا في القلب. أنت أفريقيا، لا فرق بين الأبيض والأسود، ولا فرق بين الغني والفقير. وسآتيك متحديا جبارا صارخا عن تره، ها أنا ذا قادم. الله أكبر. يا سلام يا أستاذ، حددنا الأسماء وما عاد في مجال هلأ. شوفوا شو ما في مجال أستاذ؟ يلي جوا عم يحكوا عن الحب والبحر وكلام فاضي أحسن مني ولا كل شي بالواسطة؟ طول بالك أستاذ. أبو زويا استلم. كثير منيح كثير منيح. تفضل ارتاح ابني. عود عود عود. انت من امتى بتكتب الشعر؟ من زمان. شو بتشتغل؟ عندي ورشه لتصليح السيارات. اهلا اهلا اهلا. شوف الحياه موهبه فيه، ايقاع فيه، مضمون فيه، وجرأه فيه، بس ما يعني انت ضعيف شوي بالتكنيكال، يعني ناقصك شويه شغلات تكنيكيه. يعني شو هي الشغلات؟ يعني مثل شو؟ لازمك واحد ياخذ بايدك يرفعك لفوق. شيء اللي عند هدول شو بيفهمهم بالعوالم الشعرية. على كل حال انت تيسر هلا وبشوف انا بكره ان شاء الله بيكون في مجال. بكره ان شاء الله. ليش بكره؟ تعال 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 لك تعال. ليش بكره؟ انت بتستاهل حقيقة. انت جدير بانه نبحث الموضوع. انت بكره فاضي؟ وقت اللي بتريد استاذ. امتى يعني؟ وقت اللي بتريد استاذ. طيب وين؟ محل اللي بتريد استاذ. طيب ماشي، بالكازينو معناها، بالكازينو نتغدى سوا ومنناقش الموضوع. ايوه لو. تسلم. طبعا ما بيمنع، بجوز يجي معي بعض الزملاء الادباء مشان يقيموا قصيدتك ويقوموا مسارك الشعري. ايوه ولو على حسابك. لا بلا المزح، على حسابك انت. وهلا عن اذنك لازم امشي انا لاني منهمك بفعاليات المهرجان. يا تفضل تفضل شريف. تفضل تفضل. ومن هنا تأتي أهمية التعامل مع الأطفال، براعم الغد التي يجب أن تتفتح في أجواء صحية ومناخات نقية بعيدة عن التعسف والتسلط. إن واجب الأديب أن يوجه الناس كي يفهموا كيف يتعاملون مع أطفالهم. وباعتباري أكتب وأنقد كتب الأطفال، ومن خلال تجربتي الذاتية أعتبر أن أطفالي الملهم لي في كل عمل، حيث أقرأ لهم ما أكتب قبل أن يطلع أي إنسان على كتابتي. روحت عليك حديث أبو كاميليا. سمعت سمعت. شو أبو زويا؟ إن شاء الله قصيدة أبو العز بتستاهل. بكرة على الغداء منتفاهم. أنا بكرة عازمكن على الكازينو. أكيد على حساب أبو العز. لكان على حسابي. وكما قيل، أطفالنا أكبادنا تمشي على الأرض. ألو مساء الخير دكتور. دخيلك البنت رجلها كتير ورماني، مو حسنانة تمشي عليها، ومالي قادرة اجيبها لعندك. دخيلك دكتور، فيك تجي بسرعة؟ عرفت البيت؟ أيوة ناحية الزاوية. دخيلك دكتور.
مع السلامة. إذن اسمعوا إلى قصة السيد أحمد المتلوف، فهي تبشر بأديب أطفال موهوب، فليتفضل. القنابل الذرية لن تؤثر فيك، ولك رغوة بانتظار عينيك. حبيبتي أنت، تعالي ولا تعجلي، في قلبي لك حب لا ينطفئ. أمطار غزيرة تروي صحراء أفريقيا، وأفريقيا في القلب. لا فوق بين الأبيض، لا فرق بين الأبيض والأسود، لا فرق بين الغني والفقير. وسأتيك متحديا جبارا، صارخا بقوة عنترة. ها أنا قادم. بيظهر أنه هذا تلميذه لأبو كميليا. حتى نفس المفردات. الله يعين الأطفال. وننهي أمسية الليلة مع الشاعر المحدث قفطان الهادئ الملقب بالزوبعة. مساء الخير. البراكين الحمم النار في الشرق في الغرب في كل مكان، في الداخل في الخارج تناديني. انت راسك ما شفت شيء؟ انتظر لسه ما شفت شيء. شو هذا يا مثل الطور الهايش هذا اللي صايده؟ بظن ماله أسوأ من صيداتك. آن الأوان، انتشخ السيف، انهض، قطع السلاسل، أوقف مدير البحر، ازرع الخصبة، ازرع الخصبة في كل مكان وفي كل ناحية. آلات التعذيب أصبحت بالية، جسدي ينتفض. ينتفض. شو هذا استاذ عصام؟ شو هذا؟ شو بعرفني؟ الرجال أرادنا قصيدته بس إنه يفلت الفلتة. شو بعرفني؟ قم تقرأ طبول أفريقيا، تقرأ. نه أصوات المعذبين في الأرض تنادي، لا تخضع، لا تخضع. وأنت، أنت أملنا الوحيد، أنت الزوبعة الآتية والرياح العاتية، أنت الحلم المكسور، أنت النار والتنور. هل تسمع؟ هل تسمع؟ هل تسمع؟
شاء الله كانت الأمسية حلوة اليوم. يعني ما بقى شيء. يعني أنا بقول كظاهرة جديدة بتعلم المشاهد على الحضور. إيه طبعاً طبعاً ما في شك. شو شباب؟ حليتوا مشكلة العشاء اليوم؟ إيه لكن شو أبو سويا؟ شو؟ شو شو؟ الشباب معزومين لعندك اليوم وإن شاء الله تكون جاهز. طبعاً طبعاً يا أهلا وسهلا. طبعاً أهلا وسهلا عملتوها. أهلاً أهلاً وسهلاً. طيب معليش أنا عن إذنكم نص ساعة وبرجع. عن إذنكم لا تروح تهرب. ها ولو يا أبو العلا أنا أبو زويا. منين شتني هالمصيبة هلا كان وقتك يا أبو العز. شلون تركتك تهرب مني أنا؟ شو بدنا نسوي هلا؟ شو بدنا نسوي؟ اهلا اهلا استاذ صفوان. اهلا 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 وسهلا. يا مرحبا استاذ. مرحبا يا شباب. مرحبا اهلا وسهلا. اهلا. شو وين احمد؟ عجبتك الامسيه استاذ؟ ايه ايه الامسيه ايه. بس احمد وين؟ احمد طلع مع جماعه. خير في شيء؟ لا بس يعني انا كنت مفكر انه نعمل جلسه اليوم. الظهر كان في جلسه استاذ. ايه مزبوط بس يعني دائما الجلسه الثانيه ضروريه مشان تثبت معلومات الجلسه الاولى. ايه بس انت ما قلت لنا واحمد راح. انا بالنسبه لي كان بيسعدني جدا اني اكون معكم بس والدتي لحالها بالبيت وتاخرت. بعد اذنك استاذ. مع السلامه. مع السلامه. شو يعني لزقت فيي نروح على البيت اليوم؟ منين طلعت لي هالشغله؟ منين؟ ما في عمي. اهلا 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 ابو العز. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مرحبا شباب. مرحبا. اهلا وسهلا. شو كنت جوا حضرت الندوه؟ طبعا حضرتها. شفت الحكي؟ لك ايدي على راسك. شعري مو احسان؟ يا رجل شو جاب لجاب؟ بضميري الادبي شو جاب لجاب؟ اين السرى من السريا يا رجل؟ الحقيقه هذا اللي عم يصير جوا مهزله. مهزله بحق الادب والادباء. هيك ها حتى تشوفوا. عفوا عن اذنكم شوي. شباب شرف معي ابو العز. منيح اللي لقيتك هلا لانه هلا كنت بحديثك انا والشباب وتقريبا شبه اقنعتهم. ها يعني الموضوع بس بده جلسة. فدق الحديد وهو حامي. كيف؟ قلي أبو العز نحن ليش لنأجل جلستنا لبكرة؟ نعملها اليوم. اللجنة موجودة والشباب موجودين. وهيك هيك بتكون فرصة لعرفك عليهم. شكراً أستاذ نشوان. شكراً يا أخي والله ابن حلال. شو رأيك نعزمهم على العشاء؟ جبتها قلت لحالك. فهيم يا ابو العز انا رايي من رايك. تمام. شو رايك استاذ اسبقكم على الكازينو ورتب القعده لبينما تجيب الشباب؟ كثير معقول بيصير. على كل حال نحن حوالي نص ساعه بنكون عندك. ماشي. الله معك استاذنا شوان. ها اللي بدك تعزمهم كثار. لا لا يا ابو العز هي مو من شيمك ابدا. قصدي يعني الله يسامحك على المزحه. الله يسامحك. يلا سبقني وانا بشي. يلا ماشي. يلا انا سابقكم. الله معك. اهلا ابو العز. اهلا. اتوصى ها. شو شايفك رجعت بكير ابو سويا؟ شو رايكم استاذ نروح على الكازينو؟ ها انا عازمكم احسن من البيت ما هيك؟ عظيم هيك على الكازينو دفعة واحدة؟ ولو يا أستاذ عصام أنا أبو زويا. بعدين ضيوفنا غاليين علينا. يا أهلا وسهلا. معقول يكون استضلوا شي واحد بهالروحة؟ أكيد. لكن من المصاري؟ يا حتى لو كان معه مصاري ما بيعملهم. بعدين وينك؟ عزيمي وببلاش. شو فرق معك؟ ما هذا القصد. أكي. لازم نعمل له شي فيلم بالبيت وقتها بتزبط. صح. وتأكد إنه ما راح فوت له إياها هيك. شرفوا شباب، شرفوا. الأستاذ نشوان عازمنا اليوم على الكازينو. تفضلوا. أبو زويا طيب. تفضلوا 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 أستاذ. أهلين وسهلين. أهلا وسهلا. أهلا أهلا أهلا. تفضلوا. أهلا أهلا أهلا. معقول؟ لحق يحجز؟ انتظر تنشوف.
أهلا أهلا برجال الأدب والفكر. أهلا أهلا بالمثقف الزكي نشوين. أهلا أهلا. السلام عليكم. أهلا أهلا بالشاعر الغض. أهلا أهلا وسهلا، شرفتوا. أنت شو جابك لهون؟ لهون لحقنا؟ أهلا أهلا بصديقي أبو العز. أهلا تفضل. أهلا بعرفكم على الشاعر الغض، الشاعر النضر أبو العز. هلا فهمنا داري أبو العز هو الضحية اليوم. قال شو شاعر؟ لك عصام طلب قد ما فيك، لازم نحرمه في الشغلة. متر أهلا وسهلا، مور أستاذ نشوان. شو بتحبوا تاخدوا على العشاء؟ شقف وكباب وشي فروجين مشويين على كيفك مثل العادة. أنا بدي سمك. كيف السمكات اليوم؟ في لقزات طراية. تمام، جيب لنا شي كيليين على ذوقك. جيب لنا فواكه. عندك موز؟ طبعا. جيب لنا تشكيل مربي وكتر الموزات. تكرم. بدي اسالك صفيان عندكم هدول السمكات اللي اكلناهم؟ طبعا. الله يرضى عليك، لف لي كليين نيين، بدي اخذهم معي على البيت. تكرم. عدم المؤاخذه. نسيت جيب عشاء على البيت، مضطر اخذهم معي. عن اذنك طبعا. ولو تكرم. يجعلوا سم الهاري. دايما استاذ ابو زويا. قصدك ابو العز؟ اوعى تفتكر انك نفدت من الغدا بكره. الشباب لازم يتعرفوا على بيتك ويشوفوا ايش قد عندك القعده مريحه، مو هيك استاذ عصام؟ طبعا. شو ابو زويا؟ ولو تكرم. الحساب بالله. يلا شرفوا يا جماعه، تفضلوا تفضلوا يا جماعه. شرفوا عفوا. شرفوا تفضلوا. تقلنا اليوم استاذ. اهلا وسهلا برجال الادب والفكر. يا هلا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يلا ابو العز نشوفك بكره. يلا. بس هدول ناقصين 750 ليرة استاذ. بس ما معي، بكره بجيب لك المصاري. انا ماني علاقة، راجع الإدارة. خليها بيني وبينك، هي ساعتي حقها 3000 ليرة، خليها رهن عندك وبكره الصبح بجيب لك المصاري وإكراميها إلك. تكرم. ايه هي آخرتك يا أبو العز، معليش. مطيعة قومي، لعلها نايمة. نعم. بشتكي بشتكي بشتكي. عنونو عنونو. ادي ادي شو في مع بكرة الصبح؟ اليوم يا مزويا دوري، ولازم بيض وشنا مع الشباب. ها كيف بدك تبيض وجهك؟ ما بعرف، عازمين حالهم على الغداء. ومنين؟ ما بتعرف حالتنا؟ هلا قيميني من السيرة ودبري حالك. Thank you.
شو مطيعة؟ ما بدك تروحي على المركز اليوم؟ مشان شو؟ مشان تشوفي أبو زويا وهو عم يلقي الشعر. والله لعلمهم شلون بيلقوا القصائد والله. إن شاء الله إذا خلصت الشغل عبكي. اليوم يومك يا أبو زويا. يا حبيب قلبي مشي حالك، مشي حالك يا أمي. شي بيخجل فعلا، شي بيخجل يا أستاذ عصام، ما كان لازم يصير هيك. بعدين انتم ما عرفتوا تنطقوا من كل هالجيل اللي طالع الا هالاسماء اللي اعطيتونا اياها. ما بعرف شو بدي اقول لك، بس الشيء اللي سمعتوه غير اللي تقدم لنا. بس هي مسؤوليتك يا استاذ عصام، كان لازم تفهمهم انه كل واحد يتقيد بالنص اللي قدم لنا اياه. يعني كنتوا لازم تعملوا اجتماع للمشاركين وتفهموهم كيف الاصول. ايه شو بدك يعني اعمل لك؟ روح على بيت كل واحد وفهمه شو يعمل. إلنا لازم يكون في اجتماع تحضيري، واللي صار هذا ما له علاقة بالأدب لا من قريب ولا من بعيد. على كل إن اليوم آخر يوم يا أستاذ، وبظن إنه ختامها مسك، خاصة إنه اليوم الأخير حاطين بالبرنامج بعض الشباب المتميزين مثل نشوان الطفلاوي. إيه إن شاء الله تمضى على خير. على فكرة اليوم الأستاذ نشوان عازمنا على الغداء. هيك لكان إيه، مانا رايحين لعند حدا، ممكن تعتذر منه. في أبحر الأرجاز بحر يسهل، مستفعل مستفعل مستفعل. زبطت. ايه استاذ شوان. اهلا يا مرحبا. اهلا استاذ صفوان، وين احمد؟ انا ناطرك مشان احمد، بدنا نروح نزوره سوا. ايه طبعا لازم نزوره، بس وينه وينه؟ شو انت ما سمعت؟ احمد بالمستشفى. بالمستشفى؟ لا ما في شيء، صدمته سياره وفيه شويه ردود. اكيد ما في شيء، اكيد. اسمع خلينا نشوف. يلا تفضل تفضل. السلام يا ابو حميد. الله يسلمك. ما عليه غير السلام ان شاء الله. احلى ابو حميد، بدك تطول بالك. ها نصيبك واكلته. شو انت ما فيك تمشي؟ عن جد ما فيك تمشي؟ شو ما في يمشي يا رجل، في يمشي ونص. عظيم. لكن شو رايك نطالعه اليوم ونروح نعمل جلسه عنا بالبيت؟ يعني هنيك بنتناقش وبنتساير، خاصه انه اللجنه جاي اليوم وبنحاول ننهي موضوعنا قبل ما يسافروا. على فكرة يا أحمد، أنا مبارح سهرت طول الليل وأنا عم بقرأ قصتك. شوف هي قصتك جيدة لكن فيها ركاكة. ركاكة؟ ما أنت قلت إنه القصة شيقة والحوار متماسك، وقلت إنه كمان يعني مو حاجة إلا للتنقيح فقط. شوف هي الركاكة مو بالحوار ولا بالموضوع، الركاكة صايرة بالتقنية القصصية. أنتوا الشباب هيك كنت توصلوا بسرعة، بس الأدب أبدا مو هيك. على كل حال، على كل حال هذا مو موضوعنا. نحن اليوم لازم نعمل جلسة مفيدة عندي بالبيت على الغداء. يلا قوم 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 امشي قوم شان الله قوم قوم. شو يقوم ما يقوم؟ لسه جسمه عم يتحمل، بعدين في شوية صور مساوي له اياها، إذا بيقدر يقوم لما ما يقوم. ماشي. بدك شيء؟ شكرا استاذ. يلا بخاطركم. لك ضروري هالتزمو سيارة. شو بدي ساوي هلا انا؟ شو بدي ساوي؟ ابو العز اجا وقته، ما في غير ابو العز. اعطيني مفتاح شقة 24 يا ولد بسرعة. امرك عمي. مرحبا ابو العز، كيفك اليوم؟ اهلا 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 ابو العز. الحقيقة القعدة امبارح كانت كثير ظريفة. ها يا لطيف يا لطيف، قديش الشباب حبوك وانا مدحتك كثير بعد ما طلعنا. شو ابو العز؟ لك اترك لي هالشغل بقى من ايدك، اتركه اتركه، قوم نعملنا جلسة عندي بالبيت.
ما راح تكلفك كثير. شوف ابو العز الله يعطيك العافيه، نعمل جلسه عنا بالبيت وبعدين الشباب جايين وبطريقي بقنعهم يخلوك تشارك اليوم بالمهرجان. هلا كل ادبائنا على شاكلتها، انا اللي بعرفه العكس هو الصحيح، ادبائنا ما هيك. ولو يا ابو العز شو صار لك؟ ما صار لي شيء، بس امثالك عم يسيئوا للادب والادباء. اخي بطلت تصير اديب وبطلت القي القصيده اذا كان في من امثالك عم يشتغلوا بالادب. لا يا ابو العز لا، لا تخلينا نخسر شاعر كبير. ها انت غلطان. غلطان ومنك السماح، بس الغينا هالموضوع اخي. مع السلامه، بس لا تنسى بطريقك سلم لي على اصحابك ابو العلا وعبد الباصي. حتى انت يا ابو العز، حتى انت. يا ويلك يا مطيعة من هالمصيبة اللي جايتك، يا ويلك. بدي افهم شو اخرت هالحالة مع هالرجال. امير 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 انت وياه نلعونان، وانتو كمان روحوا العبوا هنيك. والله ما تقولي غير امير، داخل امير وطالع امير، ما شغلتوا غير الاوامر. يا مطيعة اعملي الشغلة الفلانية، يا مطيعة ساوي الشغلة الفلانية. والله خدامي عند اللي خلفوه. شو دخل اللي خلفه يا بنتي؟ الله يرحمه شو كانت الناس تحترمه. حطي حالك محلي يا مرت عمي، ويلي الاولاد ويلي شغل البيت، والله وثق هالججهات، والله صغير وباطنته، وفوق كل هذا عامل لي عزايم. طولي بالك يا بنتي، طولي بالك. بس اخ لك شو شو شوفي شوفك شوفي 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 ها شوفي. ما في شيء. شو سويتي لنا اكل؟ والله ما لحقت، ما عملت شيء. شو ما عملتي شيء؟ لك شو بدك تبهدلينا قدام العالم انت؟ شحارش جبت لي وما طبخت لها. طيب ماشي 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 الحال، هلا بتذبحوا لنا جاجتين وتطبخوا لنا عليهم برغل بحمص، يلا. شو تذبح جاجتين؟ على كتر ما بقي عنا يا ابني. لك يا امي على كتر ما عم نستفيد منهم، اكلتي بيض من وراهم؟ عم يبيضوا عند الجيران اصلا. طيب اذبح الديك يا ابني. هذا فعلا ما له نفع. لا كل شيء الا الديك. مستحيل ينذبح الديك وانا بهالبيت. لكن الزيجات. لكن الديك معهم حق، كان لازم الامور تكون احسن من هيك. يعني هلا بدكم تحملوني المسؤوليه لوحدي؟ مو كلكم شاركتوا بانتقاء المواد؟ هلا المهم صارت. المهم اتركونا هلا. وين الغدا اليوم؟ الغدا عند ابو زويا، وانت معزوم يا ابو كميليا. استاذ عصام وين اللجنه؟ يظهر الشباب تعبانين، بدهم يرتاحوا شوي. بيظهر انهم مزعوجين. يلا يو خلينا نمشي، هلا نشوان بيكون ناطرنا. وشلون بده يدبر حاله هالمسكين بهالبلوه اللي بليتوه فيها؟ لا تخاف عليه، هلا بيكون مصطاد شي صيده جديده. مثل صيد امبارح يعني. يلا يو خلينا نمشي يو. تصير الساعة 2، ما كنتي تخلصي؟ ربع ساعة وبستوي لك. لك قديش قلت لك عجلي؟ ما قدرتي تعجلي؟ من شطارتك يا قلبي، ساعة لمسكت الدجاجة. هي ما لنا شغلتي هي. شغلة مين لك؟ دخلك أنت شو بتعرف تشتغل؟ وينك أنت يا أبو زويا؟ شرفي، وهي إجوا الشباب. أهلا 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 وسهلا أهلا 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 اهلا يا ابو زويا. اهلا كيف حالك؟ الحمد لله. وين بقيت الشباب؟ والله بدنا ننتظروا، بدنا نرتاحوا شوي قبل الامسيه. قال شو يرتاحوا ما يرتاحوا؟ لمين عاملين هالاكل كله نحن؟ قال ليش خليتونا نعذب حالنا؟ ولو شو شايفنا مالنا قد المقام؟ ولو ولو يا اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا تفضلوا. ليش هيك مغلب حالك يا ابو زويا؟ ما في شيء من واجبكم يا اهلا. بنعرف مال. تفضلوا تفضلوا. أمانة ما حدا يستحي. ها بعرفك خجول أنت أستاذ عصامة. اسمع لي هديك يا أبو كميليا. يا سلام. يا أخي يا أهلا وسهلا بالشباب. يا أهلا وسهلا والله. تفضلي تفضلي. يا أهلا وسهلا. اسلموا يا أهلا. شو يا أستاذ عصامة حط الفشل قدامي. ما شاء الله.
بين دسم. ما يكون هذا الديك ابو زويا؟ لا لا، كل شيء الا الديك. ليك ابو زويا، صارت وصارت. هي الاستاذ عصام هون والاستاذ ابو كاميليا، بركي بتذبح الديك على شرفهم. شو رايكم شباب؟ فكرة حلوة. إذا الديك بلدي فرصة. ولو تكرم يا أستاذ عصام، ولو بس يعني لحم الديك قاسي وما بيتاكل. الجيش أطرى. لا يا أبو زويا، إذا انطبخ بطريقة صحيحة بيتاكل ولحمه طيب. وإذا بدك أنا بعلمك كيف بتبخوه. حط لي شوية خل وتكبسه بطريقة جيدة بيطلع ممتاز. لك يا أخي، هلأ ما فيكم تتركونا هالديك عم بالكم؟ كانكم لكم تار معه يا أخي. خلص روحوا اذبحوا ديككم أنتو. والله يا جماعة ماني عارفاني ليش متمسك بهالديك، ويا ريتو ديك. بحظي ما بتشوفوه غير عم ياكل قتل من هديك الجربان تبع جارنا ياسين، كله ما بيطلع قد الفلعوق. مطيعة. أي صاحبك ما يحتاج، مو شغلته غير صراخ على الفاضي. الله الله. لبلاك لك. ايش وديك يا ابو زويا؟ ايش وديك يا ابو زويا؟ اللي شر عزماتك يا ابو زويا؟ ان شاء الله ما يكونوا مثل عزمات هدي. ان شاء الله محضر حالك. طبعا طبعا محضر قصيده راح تكون قنبله المهرجان. اوف اوف، هذا املنا فيك يا ابو زويا. يا عمي ابو زويا بيكتب ابدا. ها سمعنا ليشوف ابو زويا؟ لا لا لا، ما راح تسمعوها الا بالصاله. ايه ها، فعلا شيء بيض الوش، تعرف شو بدها تمام، خصوصا الجرأة اللي ناقشت فيها وضع المرأة بالمجتمع. بعدين لغتها كتير جميلة، ما هيك استاذ؟ فعلا هيك لازم تكون مشاركة. لسا ما شفتوا شيء؟ ما تسمعوا لكان نشوان الطفلاوي هلا شو بده يتحفكم؟ شو ابو زويا؟ كيف؟ يعني ما اشبه شيء. ايه تخنت يا، لا يا سيدي منيحه، هلا فرجينا حالك. لذلك انا ان الاستاذه نشوان الطفلاوي يعتبر ممن تجاوزوا مرحله الهوايه وهو يسير في طريق صحيحه باتجاه الادب مع الأستاذ نشوان والقصيدة الطفلاوية. أنتم آذاننا ومنكم نستمد الشجاعة في الاستمرار. أسعدتم مساء. بطاقة. ليك شقد شاطر بالإنشاء؟ لسه ما شفت شيء. هاي ليك للشي حافظينها. البحر يئن بالعتابة، النوارس تصطف تغني، وأنا أرسم بالكلمات لحنا أسمعه لكم. هدوء لو سمحتم، هدوء. تبكي السماء، تنغرز دموعها في الجبال، تتوالد القطرات نهرا يصب في المتوسط، تئن الجبال تتوجع غاضبة، تحتضن طفلتها المدللة،
تصفر الريح، تضرب الأشجار، تهلل قطرات السماء ثانية، ينهض النهر، يرمي بأثقاله إلى البحر، البحر في القلب الكبير يهدأ، النوارس تطمئنه وتتابع ترحالها. هلا هاي هي القصيدة؟ لساتنا بالمقدمة، طول بالك. إن شاء الله ما تكون كلها مثل ما بلش فيها. جاءت من أعلى الجبل تشكو، قلت ما هذا القدر، تدنو، بكى القمر، بكى وهو يعلو وفي اليد حجر، تنثر التراب عند المغيب حتى السحر، والجبال تتوجع من ضرب المطر. والجبال تتوجع من ضرب المطر. آه إني جائع. الله لا يشبعك. آه إني جائع. البراكين في أعلى الجبال، والأعاصير تهدد الصحراء، الديك يصيح وأمي تبكي، ما هذا القدر؟ لك شو عم يقول هاد؟ شو عم نزله هتلنا؟ طول بالك يا أستاذ، طول بالك. نجوم الليل تلمع، وحبيبتي تسرح شعرها، والعين تدمع، فراشة تطير وثعبان يلسع. اسمع يا صديقي اسمع، شو رأيك من هنا أن نهرع؟ قلنا لكم هدوء يا أخي، عجيبين. شبك بحياتكم ما سمعتوا قصيدة حديثة؟ غريب، هدوء. لك شو بكن بحياتكم ما سمعتوا قصيدة حديثة؟ سيدتي وسادتي، يا من تحترمون الكلمة، بشديد أسفي أمتنع عن متابعة القصيدة بسبب من بعض الذين لا يحترمون الشعر ولا الشعراء. إلى اللقاء. سيداتي، آنساتي، سادتي، شفتي لي الديك؟ لا والله يا ابني، من امبارح الظهر ما شفته. لكن الديك وين راح؟ يا مطيعة
لك يا معصوم الرامي. لك شبك 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 عم تعيط ومليت الدنيا صراخ. صرعتنا يا اخي صرعتنا. وين الديك؟ ما شفت الديك؟ هلا بدي الديك. ليك لا تجيب سيرة الديك، من قتلة امبارح ديكك هج. شو؟ هج؟ We'll be right back.